لكن والكره كانت توصل لحارس مرمى ميت عفيف وقتها 22 11 اللي عايز يعدي يقعد عدى وعمل السبعه الحلوه بتاعته توصل لكريم الكومي كريم حتى بكعبه تهبط تاني توصل لكريم وكريم الفارس يا فارس مضغوط عليه من جزء لعيبه توصل لرقم اربعه اللي بصيتها تطلع ضربه ركنيه حاضر يشرف طبعا نجم النجوم والفاكهه بتاعتنا الكابتن شيكو هي كرة ضربة لكن في حارس المرمى ووقع تاني لاعب من ميت عفيف النهارده شكلهم كده يا جماعة تقال قوي في الملعب تقال في الفطار ولا ايه؟ شكلهم كده متقالين واكلين حمام في الفطار فحامي شوية فمش قادرين يجروا النهارده ميت عفيف يعني واخدة الماتش براحتها لسه يا جماعة جاي صيام واللاعب بيقعد على الفطار يقول مش هاكل لكن بياكل أكل انما كفر من اول الشوط الاولاني كان انشط واضاع ثلاث اربع فرص كانوا خطر اخرهم الفرصه اللي لعبتها زي ما انت يا فارس علامه كده لا كفر من اول فوق العرضه اللي عملها كريم الكومي من فارس كده اللي عطاه يونس فوق العرضه ايه كره تانيه المتعبين لكن حارس المرمى بيشيل هدف هتجيب مساء الدقيقه هترك ال 11 تاني علي 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 مقطوع من علي وهيعمل ايه يا ولد يا ولد يا ولد المدافع ده يا جماعه 10 على 10 بيشيل واحده الليمبي بيشيل واحده كده توصل لحارس مرمى ميت عفيف انت علي بيحطها طويله مقطوعه على فكره على التماس الليمبي هيلعب الليمبي بس مفيش فرقة عمل التغيير الليمبي بيحطها يلا يا علي بيقطعها تاني رقم 22 تطلع رامي التماس على طول تاني بيحطها يونس يلا يونس بيحط الفارس يلا الفارس بيحط واحدة لعلي وايه مرفوعة تاني وتوصل لكريم الكومي بيحط تاني يونس يونس يحط لعلي وعمل كده الكورة طويلة على تاني توصل لعصام عصام عايز يحط واحدة طويلة لكن مرفوعة من الليمبي يحط واحدة ليونس يحط في لعبه كده وتوصل لفارس وسيبها كده كريم الكومي العقل المدبر والمفكر وفريق كفر من اعلى عصام ايضا نفس الطريقه هنا اللي هنا بتتمثل في عصام بريزا ويحط حارس المرمى على الارض يلعب واحده طويله واحده طويله ايه كريم الكومي واخدت الكوره كده بدو لمسه كده رقم 11 والله كريم رقم بيمسك راسه يعني اللعيب ما بيستفادش يعني كل اللعيبه الاثنين نفسه محطت في بعضها لكن كريم رجع في لعب الكوره يا لعيب من تحديث رقم 11 لسه ما شفناش حاجه منه النهارده كريم الكوره بيعينه بلعبه هديه كريم نجم جديد كريم الكوره يا جماعه حط على راسه اهو خبطة خفيفة كده ملاعب ربيع وليد كرة الضبع لا حزب كرة الضبع يكون مساء فاول فاول ميت فاول لصالح الليمبي على المهاجم رقم 14 واللي جاب الهدف هدف التعادل هدف جميل وعلى طول اللي يحط واحدة طويلة هيلعب اللي يحط حارس المرمى جسمه كده أجمل هدف في البطولة أجمل هدف شفته في البطولة هو كريم بغدادي قط اللعيبة كلها ورابعكم الضبع بس الأجمل كريم بغدادي عمل فيه مجهود كريم بغدادي عمل مجهود ويحط كده واحدة تهبط كده تطلع بقى ركنية أجمل أهداف البطولة كريم عصام وعصام بنشوط على ضربة الفارس توصل لعلي وعلي بيقطعها لمبي ولمبي يقطعها طويلة ليونس لكن الأربعة بيحجز خلاص ولا وصل ضربة مرمى العالم بتاعك يا لمبي مباراة كده الناس كلها قلقانة مش عارفين هل هتقدر تخطف ميت عفيف أما هي تخطف كفر من أعلى أما هنوصل لضربات المعاناة وضربات الحظ طبعا كريم الكومي بيعلى يعلى جامد 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 من كريم الكومي ويطلع رامي التماس لصالح ميت عفيف رقم أربعة رقم أربعة ولا هيحط واحدة لكن مش على رقم أربعة يلا سامع واحد من بره كده بيقول رقم أربعة أما توصل الكورة يعني الناس بره يا جماعة عارفة الكورة هتروح فين وهتعمل إيه وتبقى
وعشرين كيلو بيطلع، لكن فرصه قطع توصل لكريم. كريم ما حذرتش كريم، وكريم بيقطع ضعيفه توصل كده للضربة ركنية. العالي بتاعك العالي بتاعه فين يا نسيب؟ هو واقف ورا. بنشكر طبعا الحاج انا رحمه ابو صالح مره واثنين وثلاثه واولاده. كره كده يقطعها كريم الكوم اللي هو وقع التنفيذ. كريم بيحط واحده تخدع حارس المرمى وصدها كده بالزاويه. توصل لعلي، وعلي دي علي وعدنا في الليله. وشوف هيعمل ايه علي، علي علي هيعمل ايه؟ عايز يحط واحده يحطها لفارس، وفارس هيرجع ولا ايه؟ حطها تهبط كده وتطلع على التماس. كان هو عايز يجري كريم الكومي. بس علي لم بنت وفارس يغطيه. وقف فارس لم التماس لصالح كريم الكومي. كريم الكومي حطها للمبي. هيعمل ايه اللمبي؟ شوف اللمبي طلع وفارس خطاه. ايه واحده ولبس حطها في كعبه كده ضعيفه. طلع اللمبي في العظمه وكني وفارس وايه تاني؟ طلع علي وعلي وعلي بيشوف واحده تطلع بعيده. شايف كده تغيير اهوت خلاص. شايف تغيير وكفر من الاعلى. طلع فارس وكريم الكومي طلع الجزاء. الليمبي عمل فاول. طلع فارس يونس عرفين. شايفين كاس الملعب كده عمل تغيير نزل. امسك ده هون سيب على طول. لعيب ما بيشوفوش النار حمراء الوحيده المختلفه في الملعب. هو هيجي هياخدك على التنفيذ. كابتن عصام رقم 10 ويصفروا الحكم يحط واحده يشوطها اي حاجه لعيبه. انا كان محتاج حاجه خالص النهارده رغم ان الوجه اللي فاتت كان هو نجم ميت عزاز. على طول ويمبو هيدي كريم حط الكريم وكريم بيحط واحدة طويلة لعلي. لعلي علي بيحطها لكن رقم أربعة طلعها رمي التماس. ما هو ده يا أخي ويمبو طالع ترجع لكريم الكون عايز يحط واحدة من هنا. كريم يلا كريم حتى حلم كريم الكون لكن حارس المرمى بيمسك حمر التاني. هتحرق في احمد شو ايه؟ وعايز حد من واحد يطلب الجهد علي وعد علي وعلي دوليك بيحطها. ايه؟ رقم اربعة قطعهم بسرعة. ضربة حرة رافع رجله لاعب ميت عفيف. بقول لك واحدة هنا وواحدة هنا. كريم الكون شاف واحدة رقم 14 راس حربة ميت عفيف حط واحدة الحارس طلعها وكريم بيحطها حلوه للمهاجم اللي لسه نازل ويحط واحده كده تطلع. وهنشوف كريم يكون يا ولد لعيب حطها بعيده كريم الله اللعيبه المتابعه كان يقدر يكفي بالهنا. النتيجه دي بقى 2-1 3-1 دلوقتي لكن المباراه على صفيح ساخن. الفريق اللي هيخطف الثاني مش هيقدر يعوض. وكريم يا ولد كريم عامل جنب توصل تاني لتغيير النزل وياخد فاول رقم 42 واخد فاول من رقم 14. كل كوره كريم يمضي عليها. كريم الكومي بيمضي على كل كوره. هيدي اللمبي رجع لحارس المرمى. هيحط واحده طويله بيحطها طويله في الجول لكن المدافع يشيل ويحاول وزعق خفيف كده يطلع رمى التماس. كوره تخبط في وشه كده. كوره كده بتخبط في وشه. اللي شايفه النهارده يا جماعه في الملعب الروح الرياضيه بين الفرقتين. كنا بنقول هتبقى مباراه حاميه لكن الروح الرياضيه يسودها الروح الرياضيه اكتر من اللعب. النهارده كريم الكومي بيقود لاعبته بروح رياضيه وعصام بريزه ايضا. وكريم كريم هيعمل ايه؟ كل الكور الفاولات دي يا جماعه خطر لكريم الكومي. بيحط واحده لكن قطع مره ثانيه يشيل المدافع توصل لكريم. تعمل ايه؟ عايز ان انا احط اللمبي واللمبي يحطها تاني لعلي يحاول علي علي ويحط تاني كريم لكن عصام عصام بتخبطها في كريم كده وتطلع رامي التماس و علي علي ولا اللمبي يا جماعه اللمبي ولا علي 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 هو اللي عامل السكر ويطلع الكوره ضربه ركنيه. كان
يا سلام يا سيد. هنشوف التجارير ملأت الاستاد على اخر حوالي 5000 متفرج ملايين المدربات وما حوالين الاستاد. طبعا نتمنى ان شاء الله السنه الجايه تحقق عمل درجات ثانيه لان الناس كلها واقفه على رجليها. الهدف الثاني لمريم مجد عفيف. خلاص لسه شايفين بقى الهدف الثاني اصبحت النتيجه 2-1 لمجد فريق مجد عفيف وسير المباراه زي ما قالت. روح يا الله روح. واحد من الحاج عصام ابو شيكه طبعا اصبحت النتيجه 2 وفريق مجد عفيف عمل تغيير. شيكو طبعا بنلاحظ دور ملك حسين الطيب بكره عاليه توصل لحارس المرمى فريق مجد عفيف. الله يسلمك و14 عصام عصام عايز يحطها لكن ما طلعت تاني. يا علي يا علي وبدا بقى اتش التابل يلحق تاني تمشي الكرة ليه طيب الكرة ما تخلتش هو يديلك اهو خلاص ليه تاني رقم 14 بيحط لك الوقت علي اللي بيحط واحده لكريم القومي اللي بدا يطلع لقدام. كريم القومي هيتخلع الواد الدفاع ده ويطلع لقدام وشايفين كريم يا جماعه ولا كريم والله العظيم احسن اخلاق في البطوله النجم الكبير كريم القومي احسن اخلاق في البطوله واحسن لاعب يعني اول اخلاق يعتبر احسن لاعب محبوب فين عرض الملعب كابتن الكبير كريم القومي ما حدش يمسك كرمه ارجع يا عيون ارجع يا عيون حتى لما اتسلم الكوره الكوره خبطت واحد من التنانين اتسلم الكوره كده رجاله رجاله لكن اربعه قطع توصل تاني يونس يا يونس ما تقع من يونس توصل تاني لاعب يونس ناجي هيعمل ايه يا راجل مضغوط عليه من واحد واثنين ومقطوعه تاني الفريق بتاع الفريق 42 يونس ناجي بيرجع لحارس المرمى وحارس المرمى احنا هنا احنا هنا احنا هنا احنا يا شباب اطلع يا روح حلو من فريق كفر من ورا فاهم والرقم 11 ارجع حكم بيرجعه يلا يا علي ما تقفش ورا يا علي تاني الرندل ماشي يا اسطى ما دي داخله رقم 42 نتمنى لرقم 42 السلامة أي ما وقت يا جماعة متأسفوا كده رقم 11 بيعتذر له كده فاهم كريم كريم على التنفيذ هيدي الليمبي ليه حتى واحدة تهبط في عصام وهتقع من لعب لسه نازل وبيعدي يونس 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 الناس تقع كده يا جماعه 14 هيبدا حسام اللي عايز يحطها لعصام وعصام لا التاني بيطلعها راجل التماس لا من مجد عفيف في المنطقه في حكم الجزء التام يا جماعه احنا جبنا لكم الجزء التام بس حكام عشان ما حدش ينزل الملعب وشايفين الماتش ماشي حلو جدا من الفريقين نتمنى ماشي لو قلنا الفار مصالح كف مرايا بروح لقدام كده كريم القومي يا نجم يا كبير بيرجعها بقى لقدام رغم فريقه خسرانه و14 لعين لكن بيقطع علي علي بيحطها تاني مقطوعه توصل لعلي هو علي يعمل ايه علي 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 بيحاول توصل رمي التماس ليه؟ مجد
الرهيب بعطال 14 خمس من علي. عندكم فريق ميت عفيف. عصام عصام بيحط 11 يا حاج بتعمل يا حاج التأخير يا حسين. الواحد الواحد
على طول تاني علي مقطوعه من رقم 11 لعصام عصام بس عمل تغييرات عمل تغييرات علي ترى يعمل ايه فريق كفر من توصل لحارس المرمى اللي هيلعب بيه واحده طويله يلعبها لكن مقطوعه في نص الملعب لكن 14 قطع يا ولد عمل كره حلوه لرقم 11 بيحط واحده ثانيه رقم 9 لعصام عصام بيطلعها كده لكن مقطوعه مره ثانيه توصل لحارس يلا علي يقطع كريم وكريم مضغوط عليه وين واحده ثانيه ياخد فاول كريم القومي اللعيبه ما بيسيبوش حد يتهنى على الكوره لكن معاه حكام صحوه اطلع يا حسام اطلع اطلع كمان اطلع يا حسام عايز بكابتن تامر اتاكا وصالح كفر من رايح على التنفيذ اطلع اطلع يالا مفيش كوره كريم يمضي عليها هنشوف هيعمل ايه كريم كريم بيحط واحده كريم يا عم علي انت عايز غبي يالا الليمبي كان يقدر الليمبي يعمل يحط واحده طويله توصل لحارس مرمى كفر من رايح علشان الوقت ليه بيحط واحده لكن 14 قايم بيودي بعد ما سجل الهدفين لفريق متعرف بيحاول بيقطع تاني واحده واثنين ايه مقطوعه لعصام لعصام بيحاول عصام يا ولد لعيب عصام لكن ما اداش حاجه توصل للمبي الليمبي يحطها في مرمى جنان هنا اللي هيعمل ايه؟ لا كريم القومي كريم القومي بيحطها بعرضه مقطوعه وبعد ما اربع دلوقتي زي ما انتم شايفين الدفاع انفتح لكره حلوه يا خبر ابيض وحارس المرمى الليمبي بيقع كده الليمبي بيقع كده يا جماعه غصب عنه ويقف الكوره لحارس المرمى بيحط واحده لكريم يا كريم عشان نشوف لكن ده الليمبي تطلع جنب يا الليمبي روح يا كمان كريم بيحط واحدة يا علي علي يحطها جنب العرض حارس المرمى يشوط على طول الناس كلها لو سمعت بره الملعب يا سمع يا جماعة لو سمعت بره الملعب الناس كلها بره الملعب روح يا حسام كريم عايز ينزل يلعب يا جماعة هو ده اللاعب لسه نازل ايه تاني مقطوعه كريم القومي كريم بيحطها تاني للمندي